سادتنا رضوان الله عليهم عندما تحدثوا في هذا الأمر نزهوا الحضرة المحمدية، لأنها حضرة منزهة من الله عز وجل، نزهها الله في قرآنه من بسم الله الرحمن الرحيم إلى قل أعوذ برب الناس. كل هذا القرآن كان تنزيها للحضرة المحمدية، لأن التجليات كانت عظيمة. لذلك صلى الله عليه وآله وسلم اتسر والزمن، والتدسير والتزميل هذا لا يكون إلا في أمر خارق للعادة وفوق العادة. المخاطبة التي تمت يا أيها المزمن ويا أيها المتسم كانت خطاب من الحضرة العلية إلى الحضرة المحمدية التي هي قدرها ومقدارها لا يعلمها إلا الله عز وجل. قال ساداتنا لما سئل أحد العارفين في ذلك في الضمة الأولى والضمة الثانية والضمة الثالثة لحضرة السيد الوجود صلى الله